هي اكيد ام وسيم. يا ريت فيني ما افتح لك، بس وين لا بتحرق الجرس. شحر كيفك يا بنور؟ بحياتي لك كيف خطرت على بالي؟ انه ما ضبط لي هالعاده. اي عاده؟ بتقضي نص سيارتك على الباب. امي بعت لك هي لانه انا فرحانه فيكي. فوتي تفضلي. الو، لك احلى بالحبيب، طمني عنا، شو الاخبار؟ والله ابن حلال انت، هلا كنت عم فكر بايام العزوبيه. اخي ايامكم انتو عزابيين وعلى بالكم شيء؟ الحمد لله، الحمد لله يا حبيبي، الله يبارك فيك. والله يا شريك انت بتعرف الزواج يعني مسؤوليات والتزام، وبتعرف يعني وقتك مو ملكك بقى. ايه عم تجتمعوا بنفس القهوة؟ جاهز حبيب؟ لا أنا المعلم بشدة. حاضرين معلم. المسا المسا حبيب القلب. ماشي يا حبيبي، الله معك غالي، الله معك. باي باي. جمالك روحي. حزير مين دق لي؟ حزير مين اجى لعندي اليوم؟ مين؟ شهد. شهد رفيقتك اللي كانت مسافرة على فرنسا. هي هي، بس هلا رجعت لهون وقعدت تستقر، وراحت عملت زياره لكل رفقاتنا، حابه ترجع تلمشي لهم اول جديد. ايه حلو، ليش لا؟ انت مين دق لك؟ فايز. عن جد؟ لك مو هاد نفس رفيقك تبع الحاره اللي كنت تصرعني فيه؟ هذا هو حبيبتي. يا الله شو فرفح قلبي وقت ما سمعت صوته، صار لي زمان ما شفتهم، وقال الشباب كل يوم عم يقعدوا بالقهوه يلعبوا شده. يا الله يا قصي، ما في احلى من الرفقه القديمه. عن جد حبيبتي، انا اليوم المساء رايح اشوفهم بالقهوه. ايه ماشي روحي. ايه دخيلهم هني انا. يا سيدي صاحبكم غرقان بالعسل بيكون. لا ايه ما حدا ضربه على ايده وقال له يتجوز. ليش في حدا بيعملها؟ في عائل بيعملها بهي الايام. قصي هون هون. كم مرة قلت لك ما تصيح قدام العالم؟ لك كبرنا على هالشغلات. الله حيو، الله حيو ابنتي. اخي انت كبرت وتجوزت، نحن لسه. لك مزازه يا عريس. حبيبي شلونك؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اشتقنا لكم. لك ايه حاجتك بقى، لا اشتقت لنا ولا شيء، لو اشتقت بتكمش تليفونك بتدق لنا يا زلمه. والله يا شريك بهي حقك، بس يعني بتعرفوا جواز وشغل، شو بدنا نعمل؟ هذا رح تقضونا اياها مشاعر مشلخه، خلصونا بقى شباب. قسما بالله ايدي عم تحكني على برتيت تريكس، لبين ما تحكي لنا اخر اخبارك. الى عيونك. حبيب جيب لنا شده وورقه وقلم. الشراكه على سحب القص. مساء الخير. مساء النور. وينك لهلا؟ وليش مطفي خطك؟ روحي طفى الموبايل وما معي شحن. بالله وليش لهلا؟ روحي اجتمعت مع الشباب ورحنا لعبنا شده واخذنا الوقت يعني. بتقوم بتجي هلا اخر الليل؟ بتقبريني يعني شو بدنا نعمل؟ بتعرفي بس نلعب شده بدنا نتاخر. طيب رح احط لك عشاء. لا 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 حبيبي، اكلت فلافل انا والشباب. عشيت مع رفقاتك الشباب فلافل؟ طب قول انه مرتي قاعده بالعشاء ناطرتني. حقك علي روحي، والله خلص ما عاد عيدها، المره الجايه ما عاد اتعشى معهم للشباب. انت اذا بدك هلا فوتي تعشي، انا كثير تعبان بدي نام. بدك تنام؟ تعشى لحالي؟ خلص روحي بلبسه لحالي. عمالي غنجك اليوم. بخيل الغنج انا.
استغل. شو بدك تعمل اليوم؟ اليوم بدي ارجع من الشغل وبعدين يمكن اطلع نص صبايا على شي كافيه. يعني رح تتاخري؟ لا يعني بالكثير 5 بكون هون، بس انت اذا اجيت قبلي وبدك تتغدى في اكل بالبراد، طلع وسخن. دبر حالي انا ولا تعبتي. انت شو مشاريعك؟ ما بعرف، اذا بدي اعمل شي بخبرك عن الموضوع. طيب روحي. باي روحي. باي. يا عمي اللي بيشوفك قاعد بهالمكتب ومترسم، إيه ما بيشوفك كيف كنت أكبر صايع بالحارة. وطي صوتك وعود منيح لأنه هون جريدة رسمية، هون بشتغل أنا، كل العالم بتحترمني. إيه مساكين، إيه ما بيعرفوك. عم بقول لك وطي صوتك، شو تشرب؟ شو ما بدك. أبو عبدو، جبنا 2 قهوة على السريع. وهي وصينا لك على قهوة. إيه حبيبنا اللزام. شو منشان اليوم؟ شو في اليوم؟ يعني شو في اليوم؟ منشان سهرة المساء. هلا يعني هاي البرتية ما بتتأجل ليوم تاني؟ ليش شو في عندك اليوم؟ ولا خايف من المدام؟ لسا بيعلي صوته. أنت عم تحكي مع قصاي أنا بدي خاف من المدام؟ ولا عيونك رح نزيده للشرب. شو وين القهوة؟ ولا هاي 2 قهوة أبو عبدو تنيمة؟ تنيمة؟ فكر حالك بالحارة؟ خلص حتيجي. شو جابك لهون انت؟ ياي شو هالفستان الحلو هاد ما تبلي حبيته؟ كتير حلو. لا بقلي ميرسي قدالك. ولا شو هالاسوارة؟ اي ما تبلا هي جابت لي اياها حماتي يوم عرسنا. انا قصية يقبرني ما بناقص علي شيء. بس الفستان هاد جاب لي اياه من فترة كان نازل على السوق اللي كتير لقيتك فيه عم شبليها وكتير تقيلها وغالي يعني مو انه هيك. الله كتير حلو. لا بقلك ميرسي حياتي شكرا. كلي هاتي سوب لك. بدك تبولة؟ حطيني شوي. هاي تكرم عيني. هاتي سهل. ألو أهلا روحي. ايه تقبرني قاعدة أنا والسبايا عم نتغدى. رايحة القهوة؟ يعني بدك تتأخر مثل العادة؟ طيب حبيبي حاول لا تتأخر لأنه ما رح اتعشى قبل ما تجي. ايه طيب حبيبي باي باي. شو لا في شي؟ شو يا صبايا؟ طبعا حبيبتي في شي، الشي اللي انتو محرومين منه. شو هو بالله؟ حب، اهتمام، غيرة. هذا قصي كان عم يحاكيني عم بتطمن علي وشوف شو بدي اعمل وبده يعني ما اتأخر على البيت. نيالك انا بشريكي بتحدى البرازيل مو بتحداكم بس. بالله شو شادي ظهرك فيه اساسا لو شريكي امبارح انا قد ورق ما اكلنا الاربع بنات. لك هن كل لعبهم غش وتأشير. انت بتحب البنات اخي شو؟ ايه طبعا. ايه شباب هلا ما علينا. شو الشرط اليوم؟ شو ما بدك ولا الا اللي انتو شو حابين تخسروا اليوم واعتبره هو الشرط سيدي. اسمع الحكي اسمع. شايف؟ لك نسوا خسارة امبارح يا زلمة. بالله شو؟ حبيبي امبارح شي واليوم شي تاني، أساساً لولا الحظ اللي لحقكم هذا تبع الأولاد ما بتقوموا ربحانين، بس اليوم ما بتفز أنت وياه غير خسرانين. أخي اليوم على شرط مدلل وعشا مدلل، ومشان ما تقولوا حظ 2 من 3 شو قلتوا؟ حبيبي نحن على طول جاهزين، فتة وإن شاء الله عشان حسابكم. يلا سيدي ها. يلا فت. طب اسمك ولا اسمك؟ اسمي لك كان باسمه؟ لا خطي بس اليوم باسمك. لكن هن خسرانين عن كل شيء. شرف القاعة. ركز ها. اليوم عشانه مرتب. الختيار هيك. ليش نعمل أولا؟ تأشير. ما بيفوزوا غير هيك. صارت الساعة 11. شو؟ سكتنا له دخل بحماره يعني؟ لك ليكون أخذ عادي ها؟ هيك؟ كل يوم لبعض نص الليل بده يجي وهلا بيجيني بيقول لي تعشيت برا. ماشي يا قصي. الو ايه قصي لك انت شايف قد الساعه؟ نا ها وانا شو دخلني بالله؟ اذا انت خسرت الشرط انا شو دخلني؟ تعشوا برا كمان. لك انت اذا ما معك مصاري ليش عم تلعبوا على شرط؟ طيب رح شوف شو عنا عشاء. ماشي ليك تمهيصوا شوي ها مو تجي بسرعه. ايه يلا باي.
هذا اللي كان ناقص؟ قال انا ناطرته لاتعشى معه، لحما ما اجذبني. لا وشو الافندي جايب لي رفقاته معه كمان؟ راح اقوم اشوف شو بدي احط لهم عشاء. فتحتوني سكر الباب ورا. فوت واخي العم شمسوني بالبناية. يا حرام يا فايز، لك انت كل مرة بدك تتبهدل، ما بدك تتعلم اللعب. والله كنت مفكر حالي قده بس ما طلعت قده. ايه عامل لي حالك حريف كل مرة بتفوت بالحيط. خلصنا غلاظة، هلا خلصنا غلاظة رح نعشيك اخي، بس ما حلو اللي عملتوه بالمدخل، فضحتوني قدام الجيران. بالله شو استاذ قصي، انت لو ربحانك اتفضحتنا بالشوارع، هداك نهار قومت القهوة وعرفت عليها. خلص وطي صوتك، وطي صوتك، ان شاء الله انبسطت انت، كله بسببك. انا شو دخلني؟ ما دخلك انت اخي، شرفوا خلصوني شرفوا. هذا هو شو شرفوا ما شرفوا، انت مخبر المدام انه نحن جايين لعندك، تقوم تسلخك شي ملاية بنافوخك. وطي صوتكم، وطي صوتكم، مرة جوا مرة جوا خلصونك. خلص يا شباب خير، روح نقعد احديك الطاولة بلكي عم نبرتيها. في احلى من الشدة يا زلمه، شو هالحديثة؟ اخي هون مرقت على خير وما اكلت اكل من المدام. الو الو، عم تقفل علي كمان، مخسرني وعم تقفل علي. والله يا سيدي كل يوم لسه بدك تنام بكيان، لسه اول الراس حنجلي، والله لخسرك خساير لسه ما شفتها بعمرك. يا حاجه بقى حاجه، الله يحرق اختها الحظ اللي خلاك تربح علي اليوم. حظ هذا هاد بسميه حظ؟ هاي معلميه حبيبي. معلميه؟ ايه معلميه. في شدة عندي، لك تعلمتك الادب. سيدي ما صار شيء، وهي الشدة جاهزة، شرفوا أرجونا حالكم. ولك يخرب بيتك، ما كنت بطل العادة؟ بتضل الشدة بجيبتك؟ هلا لا تعمل لي حالك زعلان، قول مانك قد اللعبة وخلصنا. هات الشدة هات، مو تخسرني اليوم. يلا سيدي، وهي ورا وقلم. إمتى جواكي؟ إمتن يلا فت. مو تخسرني ها؟ يلا. كوب بطرون. شو ضلني باليوم مو تريك؟ شو اخذها معك يا مسيو قصي؟ لو رفقاتك فوق مورطني كمان بدل ما يجي يساعدني قاعد. هلا بتشوف. قصي تعال شوي حبيبي. جاي يا شباب. شو في واحد؟ شو في ما؟ حضرتك تاركني وقاعد معهم، ما كفاك الشدة بالقهوة، جاي هون كفي سهرتك. وطي صوتك، شو صار لك؟ شو صار لك؟ احرجوني الجماعة يعني شو قلن؟ طب يلا شرف، سق معرفتهم. على راسي. ما خلص الليل؟ استنى شوي. ليش عم تناديني من ساعة؟ لأنه مو معقول تاركني عم بشتغل لحالي. بعرفني ما بحب الشغل أنا بالليل. لك أنا خايف يغش هداك. يلا منيحة. ما بقى تعيدها؟ لا. روحي اعملي لنا شاي. ما شاء الله شو صاحب واجب. الله يمضي هالليلة على خير. لك من وين طلعوا لي هدول هلا؟ كلهم عزابية. يعني لا وراهم ولا قدامهم. شي حلو كمان بكره يعملوا لي اياها قصة كل يوم. ايه انا شو فارقة معهم؟ يروحوا عنا يا. لقوا بيت ينضبوا فيه. شو بدك تنام؟ يا حبيبي بدي نام، صارت الساعة 3 بكره عندي شغل الصباح. وليه ما قلت لحالك هذا الحكي قبل ما تجيب رفقاتك ويجوا تسهروا هون؟ ولا بس انت عندك دوام؟ ما انا كمان عندي دوام، بس على القليله انت قاعد مع رفقاتك لعبت شده واكلت. اما انا يا رولا ساوي لنا العشاء وساوي لنا شاي، وخلص الشاي ساوي لنا قهوه، لو فوق هيك صار الجري مكوم للسقف. خلص حبيبي سهره ومرقت، بدك تزليني فيها يعني؟ مرقت لنشوف. خلص حبيبي، يعني انا بعرف انه انت تعبانه وبعرف انه انا زودت عليك، بس يعني شوفت عيني، يعني هدول رفقاتي وعشرة عمر أنا وياهم، صلنا زمان ما شفنا بعض وورطوني بلعبة على شرط. الله يخليك قصي، أنا ما لحمل هاي السهرات. خلص تقبريني وحياتك مع العيدة. خلص بقى تعي. ايه
عاد ابدا عينا مشان ما تزعلي. كأنا مو شان التعب عم بحكي هيك، فاهم علي؟ يعني هلا انت لو مخبرني قبل بوقت او كان بكره عطله ما بتفرق معي. لك بس كمان رفقاتك كثير ورشين، كثير ورشين قصاي، لازم على القليله يحترموا البيت اللي قاعدين فيه ولو. لكان يقعدوا يفصصوا بزر ويكبوا بالارض؟ مش نحن قاعدين بجنينه؟ ولا يدخنوا ويطفوا بالارض لو ما لحقتوا مصحون سجاير كانوا رح يعملوها؟ وعدني ما تتكرر هي القصه اذا بتريد. طبعا بدك تنام، لعب الشده كثير بتعب، وانت بكره عندك دوام ولو؟ اما انا لك ليش دقيت علي وفيقتيني؟ لك لا قلت لحالي يعني بما انه صباتكم كانت طالعه على وش الصبح فاكيد اكيد قدمتي على اجازه. يعني انت عارفاني انه انا ما نمت كل الليل؟ عارفاني حبيبتي عارفاني، بس ما قدرت استنى لحد ما تفيقي وافهم شو كان صاير امبارح بالليل. وانت شو دخلك؟ انا ما دخلني، بس جوزي كان بده يتصل بالشرطه ويقدم فيكم محضر. اي يا ريته اتصل، كنت على القليله خلصت من رفقاته لقصي الغلظه. ها شفتي يبقى رفقات قصي كان هون امبارح. ليك يا ام وسيم انا بدي كفي نومتي لاني كثير نعسانه، اذا بتحبي عدي واعتبريني جنبك، اشربي قهوتك واحكي اللي بدك اياه وبس تخلصي زيارتك روحي باي. اي على فكره انه لك تحفيره نفسيه معي انت. يلا انحسبت علي زياره وانحسبت، بعمل فنجان قهوه وبشرب وبعدين بفهم منها شو كان صاير. يعني خصموني انا. ابو الفوز شلونك؟ لك وطي صوتك يا بني ادم، بس تحكي معي وطي صوتك. لا حبيبي انا ما بنام على تاري، اليوم بدي طالع العشاء من عيونه، وعشاء تقيل وكبير كمان. ليش حبيبي؟ ليكني مثلي مثلكم، انا صلي 3 ايام ما نمت وليكني عفي على شغلي. أخي أنت اتصل بالشباب وخبرهم. مشي الله معك حبيبي الله معك. ده عم صوته شو عالي. أخ رولا يا رولا. لك ليش عم تناديله وتعيط هيك؟ عم بسمعك انا. روحي صارت الساعة 4 لهلأ نايمة؟ عم تمزح. هذا كله بسببك، يعني قد ما اشتغلت امبارح. طيب شو عملتي لنا أكل؟ أنا إذا هلأ فقت، ليه بدي أطبخ لك منامي يعني؟ قوم شوف البراد شو بقيان، هي إذا ها، إذا رفقاتك الجيران تركوا لك شي تاكله. طيب حطيلي شي شغلة أكلها بس. ها ما بدي. أنا عم بقول لك مو قدراني أرفع راسي، حرام عليك قصي، قوم دبر حالك، أنا رح أرجع أنام بركي بصحصح. طيب خلص فوتي أنت كملي نومتك، وأنا حروح على القهوة آكل لي شي سندويشة. من هلا بدك تروح على القهوة؟ روحي بدي آخذ بيتاري من امبارح، بدي خسرهم اليوم، بدي كسرهم راسهم. علينا. باي روحي. باي. عافية يا زلمة خلصنا. يلا مشينا. طول بالك وشوف الشكل شو بده. هاي سباكي. هاي سباكي. وهي أحلى ختيار. عشتي. لعيونك. ساعة يا زلمة. لك أنا حديت سباتي سباتي برا. تاني مرة بدي أجيب لك عدادة مشان تعرف تعد. وهي أكلنا أحلى فراريج على حساب الشباب. خلص فهمنا فهمنا رح نعشيكم فراريج. بس شو رأيك نروح نتعشى عندك بالبيت؟ إيه لعيونك. الله شو حبيبي دق لمرتك دق لها بلا ما تلحقنا بالعصاية على الدرج. حبيبي لبين ما تروح تجيبوا الفراريج وتوصوا عليهم انا بكون سبقتكم وبتلحقوني على البيت، بس كتروا بطاطا وكولا. شرفوا عمي. شرفوا شرفوا. شو حبيبي تعبان بدك تنام؟ اي والله حبيبي كثير تعبان. سلامتك. ومعني افهم انا لقيتها بدها تضل لحالي هيك؟ شو نسيان انه انت متجوز ولا نسيان اني انا موظفه وعندي فئه بكير؟ ومشان شو بقى هي المحاضره؟
فهمنا مبارح تعبتي حطيتينا عشاء شلتي وحطيتي واليوم جبنا لك عشاء من برا بس لأنك يعني جليتي صحنين. لا تفهم الموضوع قصي، أنا أكيد مو شان صحنين هيك عم بحكي، بس أنا حاسة حالي مخنوقة ببيتي، مخنوقة محبوسة. لك مسلسل ما عم بقدر بحضر، أنا وياك نشرب فنجان قهوة ما عم بتهنى. أنا احترت معك حبيبتي، احترت معك كتير كمان. إذا رحت لعبت شدي أنا ورفقاتي بالقهوة بتزعلي، إذا جبتهم لهون بتحردي، إذا أنا لك روحي عملي لنا عشاء بتاخدي على خاطري، إذا جبت لك عشاء من برا ما بدي. شو عم بيصير معي؟ منيح ما عم روح على شي كازينو أو أعمل لي شي قصة، هن هالساعتين اللي عم أقضيهم مع رفقاتي شبكي لازم يضل وشي بوشك طول النهار؟ الحياة صارت معك مخرفة ما بتنطاق. ماشي يا قصي عميله كتير، والله واللي اسمه الله لا أرفكت لك مش على الشدة. أنا بورجيك دبارك عندي. والله يا شهد صار لي اسبوع على هالحالة. طب احكي معه فهمي. ومين قال لك؟ لك انا ما خليت طريقة ما عملتها. تخيلي وصلت فيني الوقاحة اني اقول له لقصي شو انت تركتني وتجوزت رفقاتك؟ ايه شو قال لك؟ ولا شي. تخيلي صار يضحك، قال لي ايه بلا مسحك هلا بدي نام، وحط راسه ونام كالعادة. طيب وبعدين ما لك غير تقلعيهم من البيت بوش ناشف. ومين قال لك؟ ما انا طلعت بحط عليهم وقلعتهم. ايه شو ايه؟ لك تقولي عم بحكي مع حيطان وهيك؟ يخرب بيتهم ما طلعوا من عندي للأربعة الصبح. الله يكون معك، ولا هي محالة. أنا مشان هيك اتصلت فيكي. وشو المطلوب مني؟ أنا جاهزة. هي آخر محاولة بدي أعملها وبدي إياكي تساعديني فيها، فاسمعي منيح شو بدي قلك. بيبي ليه بيشامة النوم أنت؟ لك أنا ما قلت لك إن رفقاتي البنات جايين لعنا؟ قوم غير تعبك روح عند رفقاتك يلا. روحي تعبان وبدي أقضيها بالبيت اليوم. ها يعني حبكت اليوم؟ كل يوم عم تسهر مع رفقاتك إيش معنى يعني؟ ولا لأنه جايين رفقاتي؟ حبيبي ما حلوة تقعد بين البنات، ونفوت على غرفتك يلا. بعدين شو هالحلاوة أنتي؟ خلاص مثل ما بدك، أنا لأنه عن جد كتير تعبان، أنتي خدي راحتك أنتي ورفقاتك وأنا حفوتنا. يقبرني المزق أنا. روحي يعني أنا اليوم ما رحت مع رفقاتي ولا شي يعني مش... ايه وصلوا فوت يلا فوت خلصني لك يلا. ايام العزوبيه اكيد حبيبتي برقص لك كثير منيح.
قول له حبيبتي لو سمحت تعال شوي. شو عم بصير معك ست رولا؟ فهميني شو عم بصير معك؟ نسياني انه الساعة صارت تنتين؟ نسياني انه في بني ادم بده ينام بكره عنده شغل بكير؟ والله الاستحوا ماتوا، الاستحوا ماتوا. قصي شو بدك يعني اقول لهم يعني طلعوا لبرا؟ رفقاتي واحرجوني، وانت بتعرفي كثير منيح بس رفقاتي احرجوا شو بصير؟ يلا بيبي ليلى وبتمضى. لا ليلى ولا بتمضى، بقول لك راسي رح ينفجر رح ينفجر. طب خلص حبيبي، اعتبر حالك سهران وعم تلعب شدة مع رفقاتك. فهمت عليكي فهمت عليكي، وصلت الرسالة. من اليوم ورايح لا في رفقات ولا في شدة، بس وطوا صوتكم شوي بدي نام بدي نام. طب بيبي نام مرتاح، أنت مين ماسكك؟ حذر شو قبل ما أنسى، بكرة عيد ميلاد شهد بدنا نعمله هون عندي بالبيت، واللي بعده عيد ميلاد سهى كمان بدنا نعمله عندي. صح، واللي بعده في بدنا نودع رفيقتنا أمل. ايه حياتي؟ لك حاج حاج بوس ايدك حاج. ها شرفي ها، هي ارقام رفقاتي كلها رح محيها، ويلي بده يدق لي بدي بهدله وامسح فيه الارض. ماشي، هذا البيت للواحد يرتاح فيه مو لا يوجع راسه. ان شاء الله ارتحتي تمام امورك. هلا ارتحت وهلا حياتي صار فيك تنام وترتاح، بس اعمل حسابك كل يوم بدهم يجوا رفقاتك لعنا، الاسبوع اللي بعده كله رح يكون رفقاتي. اوكي روحي.